إيوزة التنوب أكبر طائرة مائية في العالم، ولكنها مصنوعة من الخشب. لماذا اشتهرت أثناء الحرب العالمية الثانية؟ ولماذا لم تحلق سوى مرة واحدة؟ H4 هيركوليز هي أكبر طائرة مائية في العالم، وكانت في وقت من الأوقات أكبر طائرة على الإطلاق. يتجاوز ارتفاعها مبنى من 5 طوابق، أما جناحها فهو أطول من ملعب كرة قدم، مدعوماً ب8 محركات مروحية عملاقة. ومع هذا فهي طائرة خشبية مصنوعة من خشب البتولا والتنوب، ومن هنا جاءت تسميتها بإيوزة التنوب. صممت الطائرة على يد المصمم هوارد هيوز، الذي كان أيضاً منتجاً سينمائياً مشهوراً في هوليوود حينها. في عام 1932 أسس المصمم شركة هيوز للطائرات، وقام باختبار طائرة متطورة من تصميمه الخاص، وحطم الرقم القياسي لوقت الطيران عبر القارات في عام 1937. وفي عام 1938 حقق رقماً قياسياً آخر عندما حلق حول العالم في 3 أيام و19 ساعة و14 دقيقة. وبعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية في عام 1941، اختارت الحكومة الأمريكية شركة هيوز للطائرات لبناء طائرة عائمة ضخمة قادرة على حمل المحاربين والموارد لمسافات طويلة. وبالفعل صممت الطائرة لاستيعاب أكثر من 700 محارب، ولكن بسبب القيود المفروضة على الفولاذ في فترة الحرب، قرر هيوز صنعها من الخشب المغطى بالبلاستيك ومن ثم بالقماش. كلفت عملية بنائها 23 مليون دولار، واستغرقت وقتاً طويلاً جداً، حتى إنه بحلول وقت اكتمالها في عام 1946 كانت الحرب قد انتهت. ولهذا بدأت شركة هيوز تتلقى العديد من الشكوك والانتقادات، واتهمت بإساءة استخدام الأموال الفيدرالية الأمريكية المدفوعة لبناء الطائرة بسبب تجاوز التكاليف، كما طالب الكونغرس شركة هيوز بإثبات أن الطائرة صالحة للطيران. فقاد هيوز النموذج الأولي للطائرة في نوفمبر 1947، ونجح في اختبار الطائرة المفاجئ أمام الكونغرس وآلاف المشاهدين. وعلى الرغم من رحلتها الأولى الناجحة، إلا أن المشروع ألغي لأن النقاد زعموا أن إطارها الخشبي غير كاف لدعم وزنها أثناء الرحلات الطويلة. وبهذا كانت رحلة هيوز في 1947 هي الرحلة الأولى والوحيدة لإيوزة التنوب الشهيرة. ولكن رافضاً إهمال ما اعتبره أعظم إنجاز له في مجال الطيران، أبقى هيوز الطائرة الشهيرة في حظيرة مؤهلة وضخمة بتكلفة $1 مليون سنوياً منذ 1947 حتى وفاته عام 1976، فقط لتبقى الطائرة مستعدة للطيران في أي وقت. واليوم تمكث أويزة التنوب في متحف إيفرغرين في أوريغون، كما ظهرت في فيلمين شهيرين، أحدهما فيلم The Rocketeer الذي أظهر جزءاً حقيقياً من الطائرة، والآخر فيلم الطيار عن السيرة الذاتية لهيوز والفائز ب5 جوائز أوسكار.